اوعى تفتكر انك مسكنه من ايدي اللي توجعني. يمين بالله العظيم اطلقك دلوقتي حالا. هي حصلت تتكلم في الطلاق يا رياض، وبعدين بعد الشر عنك، وانت مالكش ايد توجعك، ده انت سيد الناس. اكفي الناس اذاك يا رباب، قلتها لك للمره المليون. من كام يوم بهدلت الست المحترمه اللي اسمها ابتهال، والنهارده طلقه لسانك اللي عايز قطعه على الناس الغلابه والراجل الغلبان ده، غير عبير اللي حطها فوق راسك وزعق. عبير؟ عبير دي اختي، اوعى تكون صدقت ان انا عملت كده في هدومها. يعني ايه بتفتري عليكي؟ ما انا شفت الهدوم بعينيا الاثنين، وكمان بتفتري عليكي لما قلت لها الكلام الزفت اللي قلته لها ده. انا ما قلتش انها بتفتري، انا بقول يعني يمكن بيستهيأ لها، ما هي البنت نرجس هي الوحيده اللي عملت كده. يعني عبير وبيتهيأ لها، كمان غاده بيتهيأ لها لما تقولي لها تعالي اشتغلي عندي خدامه، وامها تقولي عليها شمال. حرام عليك يا شيخه، حرام عليك، اتقي الله. فهموني غلط يا اخويا، حقكم عليا، صحوها فيا. والله ده ابويا كان هيطلقها فيها لما عرف اللي عملته معاكم. اقسم بالله دي كانت عبير هتموتها بالسكينه، لولاش بس البنت نرجس والوليه ام سليمان شالوها من ايديها. يا خراشي؟ لا 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 يا عبير، مش للدرجه دي. جننتني يا خالتي، دي خلاص مخها فوت وخرجت عن الادب والاصول. ربنا يستر عرضك يا بنتي. غدا دي اختي وخالف فوزيه تعز عليا. هو انا يعني عشان كنت في المدرسه محدش هيجيب سيرتي ولا ايه؟ انت ده كويس انك ما كنتيش موجوده، ده انت مجنونه، لو كنت هنا كنت ضربتيها. الصراحه يا عبير ربنا يعينكم عليهم، هي وامها. والله ان كان عليا انا وابويا ياما بنشوف منه، بس انتوا عارفين بقى اكمني، يعني ابويا ربنا ما ارادلوش يكون له عيال، شايل لها انها راضيه تعيش معاه كده، ما فكرتش في روحها وراحت اتجوزت واحد تاني عشان تخلف منه. لا ما تاخذنيش يا عبير، كله بتمنه يا حبيبتي. هي ساكته على الخلفه اه، بس بقت في حته تانيه هي وامها، عايشه كبيره الحاره وصاحبه العز والمال ودايسه على الكل ولا هممها. محدش بيفضل على حاله، اللي النهارده فوق بكره يبقى تحت، مدايم اللي واجهه. أنا ماليش غيرك في الدنيا، أنا لا عايزة مال ولا عيال، أنت عيلتي وعيالي وعزوتي، ربنا يخليك ليا. إيه ما تعرفيش معزتك عندي قد إيه يا رباب، صدقيني لو قلت لك إنك عينيا اللي بشوف بيها، بس عشان خاطري أنا عايزك تهدي كده من غير مشاكل وخناقات، ها؟ ربنا يرضى عليكي. حاضر. من عينيا الاثنين عشان خاطرك، ولو حد داسلي على طرف حسب عشان ما تزعلش مني. معاش معاش، ولو كان اللي يدوسلك على طرف يا روحي.